الصلوات ذكر رب العالمين وذكر أنبيائه وسيد أنبيائه وأهل بيته. شوفوا يا إخواني، كل لدى يتذكر شيء أو أشخاص، هذا الشخص اللي مخلي صورة أبوه، هذا اللي مخلي صورة جده، الحكومات اللي تخلي صور الرؤساء والدول ودائما يذكروهم بالإذاعة والتلفزيون، هذا من باب التذكر، من باب الذكرى، يريد يعني يريد يتذكر أبوه، يتذكر صاحبه، يتذكر أخوه. وبالنسبة إلينا نحن نحب النبي، ليش نحبه؟ أولا لأنه حبيب الله واصطفاء الله وحامل رسالة الله وطبيب النفوس وسيد الخلق. ثانيا لأنه وسيلتنا إلى الله، طريقنا إلى الله نبي، عن غير طريق النبي ما نقدر نوصل إلى الله، الله سد الأبواب، يقول طريقكم إلى التوحيد النبوة، النبوة، لأن التوحيد الذي يريده الله والذي أتي عبر رسول الله، لذلك نحن نشفع شهادتنا بالتوحيد بشهادتنا بنبوة النبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم إن ارتباطنا بالنبي مثل ارتباط الكواكب بالشمس، والشمس تجري لمستقر لها، النبي أيضا إذا يمشي باتجاه المستقر ماله في الفردوس الأعلى، إحنا مشلبين به حتى نوصل وياه إلى جنة الخلد إن شاء الله. النبي كوكب رباني إلهي، أعظم كواكب الله عز وجل في الحياة الدنيا ويوم القيامة، لازم نرتبط به. شلون نرتبط به؟ الارتباط به يبدأ من المعرفة، ثم المحبة، ثم الاتباع، ثم أن نذكره دائما، هذا هو الارتباط. شلون نرتبط برسول الله؟ بأن نعرف النبي، بأن نحب النبي، بأن نتبع النبي ونقبل كلامه ومواعظه وأحكامه، وبأن نذكره دائما. يعني تلقين الروح بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ما ينقطع الارتباط بالنبي ولا لحظة من حياتنا، ما نريد ارتباطنا ينقطع عن النبي. ثم أن ذكر النبي وآل النبي له آثار معنوية، أنا ما رأيت أحدا ممن يذكر النبي ويصلي عليه دائما وهو مو إنسان طيب. أكو بعض الأشخاص دائم الذكر لرسول الله، حتى يوم اللي يتكلم وياك أول يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، بعدين يتكلم وياك، له آثار معنوية حينما تذكر رسول الله رب العالمين، يعطيك أثر غيبي يهديك سواء السبيل، لأن الله يحب نبيه فيحب من يذكر هذا النبي. أنت إذا فد واحد اللي جت رحم على والدك ترتاح، لأن شخص أنت مرتبط به وأنت تحبه ذاك مترحم عليه، الله يحب رسوله فيحب أن نذكر النبي. ثم ربنا يذكر النبي، شوفوا سلام على نوح، الله يسلم على بعض أنبيائه، لكن يوم اللي يوصل للنبي يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله يصلي على نبيه، ملائكته يصلون على نبيه ويأمرنا بالصلاة عليه. الله أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، بس قال يا جماعة إذا أول شيء تذكر النبي وتصلي عليه وآخر شيء تذكر النبي وتصلي عليه وحاجتك تخليها بالنص، أنا أستحي أن أستجيب إليك في صلاتك على نبيي وصلاتك على النبي وبالوسط أهمله، أستجيب إليك. لذلك من المستحب أن تصلي على النبي قبل أن تذكر حاجتك،
وأن تذكر النبي بعد أن تذكر حاجتك. كل الواجبات وكل المستحبات هي أثقال في حسنات أعمالكم يوم القيامة، بس عندنا شيئين أهمهم، أهم ما يثقل ميزان العبد أمران: الصلاة على النبي وحسن الأخلاق. الإمام الصادق يقول: الصلاة من الله عز وجل. الله يصلي على النبي يعني شنو؟ إحنا نطلب من الله، الله يطلب من أحد؟ لا. الصلاة على النبي عز وجل من الله رحمة، ومن الملائكة تزكية، ومن الناس دعاء. أنت تدعو للنبي، رب العالمين يرحم النبي، الملائكة يزكون النبي. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا عند الميزان يوم القيامة، أنا يوم القيامة عند الميزان، هو ميزان، فمن ثقلت سيئاته على حسناته جئت بالصلاة عليه حتى أثقل بها حسناته. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكرم من عندك، الله أكرم من عندي، النبي أكرم من عندك، النبي أكرم من عندي. يوم اللي أذكره وأدعو له هو هم يدعو لي لأنه أكرم من عندي. النبي يأتي بالصلاة التي صلينا بها عليه ويثقل بذلك ميزان حسناتنا يوم القيامة. ما في الميزان كما يقول الإمام الصادق شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد. إذا ذكر النبي يقول الإمام الصادق فأكثر الصلاة عليه، مو بس تصلي مرة، تكثر، فإنه من صلى على النبي صلاة واحدة صلى الله عليه 1000 صلاة في 1000 صف من الملائكة، ولم يبق شيء مما خلق الله إلا صلى على العبد لصلاة الله عليه وصلاة ملائكته. فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور، قد برئ الله منه ورسوله وأهل بيته. فإذا كنت تريد، والوقت قد داهمنا، لكن إن شاء الله نكمل الحديث عن الصلاة لأن قضية مهمة، إذا كنت تريد أن تكون حسناتك يوم القيامة أثقل من سيئاتك فأكثر، أكثر من الصلاة على رسول الله. لو أن عبدا صلى في اليوم والليلة 100 مرة على رسول الله فإنه لا أحد من الملائكة قادر على أن تحسب حساب ثواب عمله، الله وحده هو القادر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.